السلام عليكم ورحمة الله تعالى. مؤكدا حضراتكم تابعتم التصريحات اللي خرجت من الرئيس الأمريكي جو بايدن عن إعلان الإعلان عن صفقة بتشمل 3 مراحل. بدأ بايدن كلامه بأن هذه الصفقة مقترح إسرائيلي، وأنهى بايدن كلامه بأن بيطالب إسرائيل أنها توافق على هذه الصفقة. طب إزاي ما تسألش؟ طيب هنروح مع حضراتكم عن الفخ اللي بايدن بيعمله في هذه الصفقة، والمادة اللي بايدن خلاها مايعة كده مش ماسكة حيلها، بحيث ان يدي الشرعية لإسرائيل ولنتنياهو فيما بعد بإعادة القتال تاني في غزة. هنروح لهذه التفاصيل، لكن ليه بايدن خرج بهذا التفصيل وبهذا البيان؟ اولا هذا البيان موجه للداخل الامريكي وتحديدا للطلاب. بايدن عنده انتخابات، خسرت اصوات كبيره جدا، بايدن عنده انتخابات، استطلاعات الراي كلها بتقول لبايدن انت مش هتكمل في الانتخابات الرئاسيه. الوقت الزمن اللي الانتخابات الامريكيه بدا الدخول والاعداد ليه من الحلف الديمقراطي او حتى من الجمهوري، شفنا الاحكام اللي صدرت على ترامب، ده واحد بالنسبه لامريكا. اتنين، اكيد حضراتكم متابعين العزله الدوليه وكميه الدول الاوروبيه اللي بدات تعترف بفلسطين، اخرهم سلوفانيا. مش بس كده، بل ان ايطاليا والبرلمان الايطالي بدا يناقش الاعتراف باسرائيل. برضه مش بس كده، حضراتكم اكيد شفتوا الخبر النهارده اللي حصل من فرنسا وعدم قبولها او عدم استضافه الجيش الاسرائيلي او وزير الدفاع الاسرائيلي في المؤتمر العالمي اللي بيتعمل للعتاد العسكري في فرنسا. اذا هناك عزله دوليه لاسرائيل بيزامنها خساره كبيره جدا لاصوات بايدن وامريكا واللي داخله على الانتخابات. وحقيقة في تاريخ إسرائيل وتاريخ أمريكا مفيش حد من الرؤساء الأمريكان دعم إسرائيل قدر ما فعل بايدن. في هذا التوقيت أيضا بيتناسب في الداخل الإسرائيلي مظاهرات لرجال الأعمال، 140 رجل أعمال من أقوى رجال الأعمال في إسرائيل بيطالبوا نتنياهو بأن يتوقف في الحرب تماما، انقسامات داخل الجيش الإسرائيلي، ضباط وجنود من الاحتياط مش عايزين يكملوا، موقع إكسس الأمريكي وصحيفة يديعوت أحرانوت بالاشتراك مع صحيفة هارتس كانوا بيتكلموا عن إن عدد كبير جدا جدا من قادة الجيش الإسرائيلي بدأوا يشعروا بالتذمر، وإن العائد المادي اللي داخل ليهم لا يتناسب مع حجم الخطورة اللي بيلاقوها في غزة. فوق كل الدودة انسحاب الجيش الإسرائيلي من مخيم جباليا والإعلان عن الانتصار الكبير إن هم قدروا يحرروا رفات 7 أشخاص، مقابلها خسروا من 260 ل 300 جندي وضابط. ثم وزير العدل اللي في حكومة نتنياهو واللي خرج وقال لك لا يا رب آسف، وزير العدل السابق الإسرائيلي اللي خرج وقال لك نحن منينا بهزيمة استراتيجية. فوق كل الدودة إسرائيل اللي بتقول لك إن إحنا سيطرنا على محور فيلادلفيا مع السكوت والهدوء من النظام المصري بيتناسب مع عمليات عسكرية قوية جدا من غزة ومن الرجالة اللي في غزة تجاه العتاد العسكري والجنود الإسرائيليين. ضيف على كل ده المظاهرات اللي موجودة في إسرائيل على المستوى الحرايديم أو المستوطنين اللي سابوا بيوتهم من الشمال مع لبنان، أو المستوطنين في غلاف غزة أو غيرهم حتى من أهالي الناس اللي اتخذت يوم 7 أكتوبر. إذن هناك عزلة دولية إسرائيلية، هناك انقسام حاد داخل إسرائيل، غانتس اللي هيسيب مجلس الحرب ويمشي، يائير لبيد مع ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، مع غيرهم من مجموعة من المسؤولين الإسرائيليين اللي بدأوا يشكلوا معارضة قوية في الاتجاه بتاع بايدن وسموتريتش وبتاع آسف نتنياهو وسموتريتش وبن غفير وزير الأمن القومي. يعني انقسام إسرائيلي داخلي، عزلة دولية إسرائيلية، انتخابات أمريكية بايدن هيسقط فيها، ضيف عليها انتخابات بريطانية، ريشي سوناك حل البرلمان وعنده انتخابات في خلال أيام قليلة. كل هذه الأمور أدت إلى ظهور بايدن إنه يعلن عن الصفقة اللي هعرضها على حضراتكم الآن باعتراف الرئيس الأمريكي بهذا الشكل. إسرائيل عرضت مقترحا جديدا اليوم، أود أن أتحدث عن شروطه للشعب الأمريكي وللعالم. المرحلة الأولى تدوم 6 أسابيع وتشمل وقف إطلاق نار شامل، انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع مناطق غزة، إطلاق عدد من الرهائن منها النساء وكبار السن وعدد من الأسرى الفلسطينيين. نحن نود أن نرى الرهائن يعودون، المدنيون سيعودون إلى مناطقهم وجميع مناطق غزة
بما في ذلك الشمال. مساعدة الإنسانية سوف ترتفع بشكل كبير بدخول 600 شاحنة كل يوم للدخول إلى المرحلة الثانية، وهي انتهاء القتال. أنا سأظل معكم، هناك بعض التفاصيل التي ينبغي التفاوض بشأنها. ثم المرحلة الثانية سيتم تبادل جميع الرهائن الذين ما يسمعون على قيد الحياة، بما في ذلك الجنود، والجنود سوف ينسحبون من غزة، والوقف إطلاق النار سيتم إعلان انتهاء القتال بشكل دائم. أخيرا في المرحلة الثالثة سوف يكون هناك خطة إعادة بناء غزة. طيب بايدن قال المرحلة الأولى إيقاف الحرب، ركز المرحلة الأولى إيقاف الحرب، عشان هتشوف في المرحلة الثالثة هيقول لك إيقاف الحرب برضه. عمال المرحلة دي الأولى دي قال لك يا أخي بنأكد، يلا بنأكد بنأكد. بايدن قال عدة مراحل، المرحلة الأولى إيقاف الحرب، ومجموعة من الناس اللي اتخذت 7 أكتوبر تخص، ثم جاء في المرحلة الثانية واتكلم عن نقطة مهمة جدا. إيه هي بقى؟ إنه قال خروج كل الناس اللي اتخذت يوم 7 اكتوبر، سواء عسكريين سواء ذكور سواء ناس سواء غيره غيره، الكل يخرج. وبعدين راح معقب من بعدها وقال في المرحلة الثانية برضو ان ايقاف دائم للي بيحصل في غزة، ايقاف دائم للحرب. يعني معناها ايه؟ معناها ما عليك، انت هتسلم كل اللي عندك، هي على مراحل. في المرحلة الاولى 3 أسابيع 6 أسابيع أيا كان تنتقل للمرحلة الثانية، تكون يا غزة سلمت كل اللي تاخده يوم 7 أكتوبر رجالا ونساء ذكورا عسكريين وغيره، تسلميهم، ثم يأتي من بعد ذلك إيقاف اللي بيحصل في غزة. طيب أمريكا فيما يخص غزة، فيما يخص القضية الفلسطينية بشكل عام، هل كان لأمريكا عهدا أو وعدا نفذته؟ هل كان لأمريكا صفا حقيقيا وصفا نزيها علشان تؤتمن على مثل هذا الأمر؟ الإجابة قطعا لا، صح كده؟ يبقى إذن اللي بيحصل ده فخ. في المرحلة الأخيرة بايدن بيقول لك إعادة الإعمار وغيره. طيب أنا وجهة نظري الضعيفة إن الرد من غزة ومن حماس هيكون واضح جدا جدا، يبدأ من الشق الثاني أو البند الثاني في المرحلة الثانية، وهي الإيقاف الكامل والشامل والدائم للحرب الإسرائيلية على غزة، ثم نبدأ من بعد ذلك في خروج أول شخص اتاخد يوم 7 أكتوبر. يعني توقعي الرد المرتقب أو المنتظر من حماس، وإن كان هناك رد إيجابي بسيط بعض الشيء ناحية أمريكا، إلا إن البند الثاني في المرحلة الثانية هو الفخ. قال لك البند الأول في المرحلة الثانية تسلم كل اللي عندك وتبقى تصفير، ما فيش عندك شخص واحد، ثم من بعد ذلك نبدأ بقى إيقاف شامل للي بيحصل. طب بعد ما تستلم كل اللي عندي نتنياهو هيكمل، ويبقى بايدن استلم كل الناس اللي تاخدهم 7 اكتوبر، وبقول نتنياهو كمل بقى ودوس على قد ما تقدر، ما بقاش لكم واحد عنده. فتوقعي ان حماس هنا في هذا التوقيت هتقول لا، احنا نبدا هذه الصفقه جميله وحلوه، بس نبدا من البند الثاني في المرحله الثانيه. البند الثاني في المرحله الثانيه هو الايه؟ الايقاف الشامل للي بيحصل في غزه، ثم يأتي من بعد ذلك بقى عملية انسحاب الجيش، ده ما فيش فيها كلام، لازم ينسحب بالكامل، ثم يأتي من بعد ذلك تسليم بقى الناس اللي هنا واللي هنا واللي اتاخدوا يوم 7 أكتوبر. بايدن عنده انتخابات، نتنياهو عنده هزيمة استراتيجية وعسكرية، نتنياهو ما قدرش يحقق أي أهداف، خسائر اقتصادية غير مسبوقة، تذمر داخل الجيش، انقسامات حادة داخل الكنيست الإسرائيلي، انسحاب غانتس المرتقب خلال 5 أيام أو 6 أيام من حكومة أو مجلس الحرب، وكذلك انسحاب إيزنكوت أهم شخصيتين عسكريين. يبقى نتنياهو يحارب بسموتريتش وبن غفير وزير المالية، الاثنين اللي هربوا من الجيش أصلا ولم يلتحقوا بالجيش تماما. إذا كل هذا بيتزامن معاه الخسارة اللي كل استطلاعات الرأي بتقولها عن بايدن وخسارته الانتخابية. أتمنى أكون شملت الأمر كله لحضراتكم، لكن نعيد على إخواتنا إن فوق توقعي ووجهة نظري إن هيكون رد حماس بيبدأ من البند الثاني في المرحلة الثانية. ده البداية، ومن بعد ذلك أي حاجة سهلة. سلام عليكم.